الفنانة الشعبية نجاة عتابو تخطف الأنظار على السوشيال ميديا بإطلالة عصرية صيفية. إليكم التفاصيل. شاركت الفنانة المغربية نجاة عتابو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام صورة جديدة لها وهي بإطلالة عصرية شبابية راقية باللون الأزرق الفاتح. واختارت نجاة عتابو هذه الإطلالة التي هي عبارة عن سروال وقميصه الخاص باللون الأزرق الفاتح مع حقيبة كتف شبابية تجمع بين اللمسة التقليدية والعصرية، إضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض ونظارة شمسية مع تسريحة شعرها البسيطة ولمسة مكياج خفيفة. وأرفقت نجاة عتابو الصورة بتدوينة كتبت فيها قائلة: لعسيلة ديالي وحبابي الغاليين، توحشتكم، كيف غاديين مع هاد الصهد؟ تحمرتوا وتقرملتوا في هاد الشميسة ولا والو؟ وانهالت على الفنانة نجاة عتابو تعليقات متابعيها لا سيما النساء اللواتي يعبرن لها دوما عن حبهن لها وإعجابهن بإطلالتها المتنوعة وجمالها الدائم. وأكثر ما يخلق التفاعل في كل المنشورات هذه الأخيرة هو ردها وتواصلها مع متابعيها.